كونفو تشاولينج، أثر في طفولتنا، لأقل أنا بحكي عن حالي في طفولتي، أتوقع أنه الأمر بنطبق على أقراني كلهم. كونفو تشاولينج، من زمان بنسمع عنه وبنشوفه، أحيانا بخالط الكذب. حبيت أجي أشوفه بعيني، هل هي تدريباتهم حقيقية؟ شو مطلوب من الفرد حتى يحترف هاي الرياضة؟ شو بتطلب منه الأمر؟ قديش في جهد؟ قديش في عناء؟ نيبال تعتبر وجهة مثالية للسائح بموازنة خفيفة، يعني سهولة الإجراءات في الوصول إليها، لأنه الفيزا عند الوصول قيمة $30، الفنادق المتوسط تقريبا ما بين $5 كغرفة فندق، أنا بحكي ماشي كهوستل، ما بين $5 إلى $10 بتحصل على غرفة فندق جيدة، مش بحاجة للتكييف أبدا لأنه الجو بارد جدا. يعني في مناطق بدك جاكيت، أكثر المحلات اللي راح تشوفها هي محلات فيها جاكيتات. عدد سكان نيبال 30 مليون والعمالة رخيصة، البلد رخيصة جدا صديقة للمسافر. بلاقي مكان عارف أصور فيه، كل ما أجي أصور يا أخي بطلع لي واحد يا مجنون يا سكران. نيبال كثير من الناس يعني هي مقصد لكثير من الغربيين، بيجوا بقعدوا بالشهر بالسنة بالسنتين يتأمل. ومن ضمن الناس اللي يجوا هون عشان القصة هاي هو ستيف جوبز، قعد هون فترة طويلة يتأمل ويكتشف ذاته. حدودها مع جبال الهيمالايا، 8 من أعلى الجبال في العالم بما في ذلك جبل إيفرست. دعما للقناة اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس، صحيح لغاية الآن ما فيش 200 مشترك، بس أنا بالعكس مبسوط جدا لأنه هذا بجعلني أبحث عن الأسباب. أسيك أنت؟ أيوس أنت؟ نيرمال محمد. في تدريبات الكونغ فو لكن مغلق. مدرسة الكونغ فو للتشاولينج. طلبت من مدرب أحضر جلسة تدريب أو أطلع على أسرار هذا النادي. في نوادي مختلفة، في اللي هي نظام معبد، أنا ما قدرت أروح على المعبد، والمعبد اللي كنت بدي أروح له مختلف عن المعابد التقليدية، إنه المنتسبات فيه إناث وليس رجال. عاون معي مشكور، وافق أصور تدريباتهم. It's a Chinese culture, but this is of not of only for martial art. This is a Jain Buddhism. It's a one system for that of the follow them. It's so many including in this. It's a first is a Shaolin is a thing that of the Kung Fu. Kung Fu is a thing that of the so many peoples is a different. But is a look like video is a fighting flying, but of not of only for that is a one kung fu is a one system is okay. A chen is a chan wu yi, say that of the chan wu yi is a simply for that of the 20 years until he mastered. Yeah, is a Shaolin have a starting to the 6 years and 4 years is that of the starting. ما في سن محدد لابتداء هذه اللعبة، لكن الأهالي دائما بيحرصوا وبيكونوا فخورين إنه أبنائهم انتسبوا تدريب التشاولينج أو تدريب الكونغ فو بشكل عام، سواء ذكور أو إناث، لأنه هذا التدريب بيرفع من تصنيفهم الاجتماعي ومن انضباطهم أخلاقهم، بالتالي بيحرصوا على إنهم يرسلوا أبنائهم لهذا التدريب القاسي، إنه بيقسوا على الطفل حيث جسده يصير أكثر مرونة ويتحمل. المبدأ الأساسي في اللعبة هي تحمل الألم، تجاوز الألم، تكون بنفس الوقت مركز ومستعد لتوجيه الضربات اللازمة دفاعا عن النفس أو عن الآخرين. يعني أطفال في هذا العمر شوف كيف بتدرب بتحمل، بيعمل حركات أكروباتية عنيفة. How many days? Why are you shy? Come on, how many days? 5 days? 3 days? 2 days. Good. Arwin. How old are you now? 10. And the last one? How are you? Fine. What's your name? Suana. Iswana? Suana. It's, I think, six. Years or months? Yes. Years, wow. You're a champ now. No, not years, it's month. Don't be shy. Yay. صراحة شفت إشي عجيب. حتى مجرد انك بدك تدخل هاي المدارس، الاختبار بحد ذاته مرهق جدا، متعب جدا، مش اي شخص بيقدر يتخطاه. الرياضة هي لا تعتمد فقط على القوة ولا تهدف للعنف اصلا، تهدف الى ان يكون الانسان قوي وصبور بعيد عن العنف، سلام، السلام الذي يحفظه القوة الكافية.
طبعا هذا الصوت طبيعي مش تعديل صوتي، صوت السيوف. عارف شو قاعد بعمل السواق؟ بس تعطيك برسبكتيف. قاعد بناور بلف بالسيارة بطريقة عجائبية. المشكلة الوادي، يا ساتر الله ساتر، يعني سبحان الله كل منطقة أهلها أدرى فيها.